السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم فيديو جديد لأبو داحم الدحماني البطل المغوار، نكمل في مسيرتنا ونشوف وين نقدر نوصل. إذا تذكرون بالحلقة اللي طافت سأل إذا نقدر نغير سلاح أبو داحم ولا لأ، فمثل ما شفنا إنه كان في سلاح هني اسمه التو هاندد كليفر، كان ودي أجربه فنبي نحطه كسلاح لنا، وبنفس الوقت نبي نتخلص من التول هيتر شيلد ونبي نعطيه قفل لأن هذا الدرع أقوى درع موجود فنبي نحافظ عليه. بنفس الوقت هذا تو هاندد ما ينفع ويا درع نبي نعطيه قدرته الكاملة فنبي نستخدمه كتو هاندد، وهذا راح يفتح لنا مجال ان نحط لنا سلاح ثاني. فنبنحط راح يصير عندنا 10 رماح نقدر نحذفها، وعندنا الرمح هذا السلج هامر ما راح نتخلص منه راح نخليه ويانا، وهذا راح يكون السلاح اللي راح نستخدمه لفترة بسيطة. لاحظ ان عندنا نبيعه ب 112000 وهو سعره 307000 حرامية، فعندنا اغراض نقدر نتخلص منها عجل. السلاح هذا السيف القديم ما راح نبيعه، كل شيء ثاني بيعه. فعندنا ايضا هذولا نفس الموضوع، وللحين 322000 ندفع ولا شنو؟ هي عدل الحين يولقت 58000. حلو، عندنا ايضا نبي نشتري منكم اكل اذا عندكم اكل، وهذا راح ينفعنا للامانه، راح ناخذ 42000. فنبي نكملها نعطيهم على التايب هني ونتخلص من كذا شغله. هذه الثمانية بيبقى لنا، اوه عندنا اغراض واجد من هذه. فبهالطريقة سلحنا نفسنا، وبنفس الوقت يعني والله تدري شلون نقدر نتخلص من هذولا بعد، لان هذولا ماخذين مكان صح، ونقدر نشتري الحصن هذه، وبنفس الوقت في دروع حلوة يمكن. هذا ابو داحم عنده اقوى الدروع. زين شلون ربعه؟ 20 10. هو هذا خوش درع لك. زين خذتك اوكي ماكو مشكله. هذول الثلاثه اللي ويانا فنبي نحرص عليهم كثر ما نقدر عشان ما يموتون يبعصوننا. اوكي هذه زينه. ونزين عندك شنو بعد؟ ما اشوف انه في 24. هلا عطى جوتي اضافي ف 31000 ناخذ، ماكو مشكله. فعندنا الحين قدره قتاليه جيده، نبي ننتظر شنو السالفه. اونر اوف زيونيتسا اكيد ابو داحم حتى بعد انا بمشي مع الجمهور الصراحه يعني، والجمهور يشوف ان الدحماني هو اللي ياخذها، ف ما يصير ان نقول لا يعني، هي ترى الديمقراطيه بنهايه الامر. فعندنا مثل ما شفنا الخريطه اخر مره اونيتسا زاندر اتاك، اونيتسا هني يميننا. فهذه الخريطه عندهم سانيوبا وعندهم ابي كروتيا نبيهم، وعندهم قلعه هني. القلعه هذه ما فيها احد، ف ممكن ان نتجاهلها حاليا وننتجه للجهه هذه، خصوصا ان عندنا اكثر من عدو شمال، فنبي نتعامل معاهم اذا نقدر ونحرك قواتنا. عندنا 735 رجال ويانا بجيشنا، فعدد كافي ان شاء الله، وهذا يقدر ينضم لنا، بس ان ما نبي نزيد عدد القاده اللي ويانا بدون هدف، فلان نبي القلاع الثلاثه هذولا المثلث هذا مثلث برمودا، وهو شنو في جيش هنا لوترز عبالي جيش جاوس كاسل. اي جاوس كاسل هذه والله خذوها الربع. من اللي خذاها؟ تستاهلونها. من الاركيوس اللي ماخذها يستاهلها اجل. ما شاركت في المعركه انا، ما استحقها يعني. مثل ما قلت لازم يعني اذا تبي تاخذ القلاع بتاخذ اراضي لازم انك تادي في المعركه. فاحنا نبي نكمل على ثوريوس ونبي نحاول ناخذها، بس المشكله ان مدينتنا هذه ما فيها جيش يا اخي. هذا قاعد يحاصرنا فنبي نحاصره، مو قاعد يحاصره واقف عند الباب المسكين ما سوى شيء. سروق جاينا ب 181. قول بداية الخير. فأتوقع أننا نقدر ناخذ المدينة بدون خسائر إذا طقينا، بدون خسائر كبيرة إذا ضغطنا السند تروبس، بدون خسائر كبيرة. ها 493 رجال باقي لك. عطنا ال 405. صعب المسألة على نفسه بنفسه عرف. فخذينا المدينة، قلت يعني 200 جندي فيها أكيد إنه ما راح نتعب. نريح شوي نبي نوصل بس يعني. ولا هذا قاعد يحاصر على طول، كنا خسر جنود هني. كم في بالمدينة؟ بالمدينة في 166 مدافع، فينفعنا هذا إن نقدر ندافع شوي، نقدر ننتظر نرجع ربعنا.
شنو تبون؟ طيب انا رف ثوريوس كاسل. اوكي، منو راح ياخذها؟ هذه زيونيتسا بعد قاعد يحاصرها، تشاليا اوف نورثن امباير، هذه رايحه عجل ما راح يمدينا نلحقها، بس لو ندمر الجيش اللي جاينا هني ياخذها اخيس، ياخذها يستاهل، بس لازم نعدل العلاقه وياه قبل الله يخون. فوينك اخيس؟ اعتقد مع هذولا اي، فنعدل العلاقه وياه شوي، نرفع الانفلونس عنده شوي، لان كلان تير 4 ما نبيه يصير اعلى من الثانيين، نبي نوصله اذا نقدر 124 نقطه باقيتنا نبي نحافظ عليها كذي كافيه. فنمشي اللعب شوي، لان اتوقع زيونيتسا رايحه علينا، بس ان نحتاج نرجع كثر ما نقدر من الجنود. كم باقي على رفيجنا؟ يبي لي يوم و11 ساعه، ما اعتقد انه راح يمدينا، لازم نهاجم بال يعني باسرع وقت. 160 جندي باقي لنا قاعد يتقاتلون وياهم. دشت المعركة، بلشت المعركة، فلازم نحارب. 580 قبل لا نحارب لازم تسوي لك شغلتين، هذه شغلة أساسية إنك تسويها، إنك تعطيها اف 5 عشان تحفظ وتكون خارج عشان تقدر تنحاش. حلو. الشغلة الثانية تقدر تحارب كذي. شلون وضعك يا راجنا فاند؟ ولا 60 هذول المشكلة عندهم خيالتهم يهجمون بس بسرعة في البداية، بس إن عندنا جيش أبو داحم إن شاء الله، عنده هورس أرشرز وعنده رينج فيقدر يتقاتل. فنبتدي معركتنا ونشوف وين نقدر. معركة نهر شكلها حلو. اي لانه واقفين على الجسر، اتوقع انه اكيد انه راح تصير نهر يعني. ما جبت شيء من عندك يا ابو داحم، بس انه تعال الموقع هذا، وواحد ابيكم توقفون قدام. ليش؟ عشان نبي نتخلص منهم. واحد ممشاهم مو عاجبني. ايوه تعال هناك يلا. اربعة ابيكم تلعبون هناك. اثنين شغالين. السيف اللي بنضرب فيه هذا الساطور. اثنين قاعد يتقدمون. ثلاثة وينكم؟ ثلاثة تعالوا هني. والله ثلاثة موقعكم خطر، اسمع لي تعالوا هناك. سهامينا بلشوا يضربون. حلو حلو. مشاتنا طعشون واقفين مسكرين على المسهام كلهم. يا اخي اردى شيء في اللعبة الحين صاير المشات، لان على سالفة هذه غثتني الحركة هذه. ما يسمعون الكلام، ما يسمعون الكلام. تعالوا انتم تشارج. اربعة تعالوا تشارج، واثنين تشارج بعد. يعني المشات يمشون على كيفهم. فهذا السلاح اللي بنضرب فيه طول الفترة. طلع ما يذبح من ضربة واحدة. بلا يذبح من ضربة واحدة اذا جبتها براسي يمكن. بس والله يا اخي الساطور هذا شلون صاير؟ قصاص، بس انه يبيله تطويره بعد شوي. لحظه مشات لحظه ما خلصوا جيش ماجد. انتم ارجعوا هناك جيش ماجد. نسينا الحين باقي لهم 600 جندي هاجم علينا. فمات مملوك ريجلر، يستاهل دامنا هجم زياده عن اللزوم. يا اخي فرق بينه وبين سلاح ابو داهم. خيال مشوياي يبيلها يا اخي. قالوا خبر جديد باللعبه ان نزلوا راح ينزلون المودات. حاليا اللعبه مو دعمتهم. حلو. بس بالتحديث الجاي ان شاء الله راح يدعمون المودات، وهذا راح يسمح للمطورين انهم يطورون اللعبه على كيفهم، يعني يطورون المودات على كيفهم. والله ما حشته ترى، طاق مع رجله كان يموت. شلون الرمح يبطء الرمح على ما يوصل اخي. فالسالفه هذه حلوه للأمانة. مو متعود على، انا متعود على سلاح ابو داحم يعني السج هامر، من بعيد تقدر تذبح وانت مرتاح، بس هذا لا. 114 عند الريتش صفر. عشان كذا خلينا سلاح ابو داحم عشان يقصهم حتى ينزل المشاة تحت. بس هذا لا، هذا مو هو، هذا سلاحنا. نبي نحاول نذبحهم بس طريق يعني طالع ما يوصل.
اتوقع ان هذا افضل حق قتال الخياله، اذا جاك والله حتى هذا افضل يعني حق الخياله. ما اشوف انه له هدف. يمكن رجلي قاعد كذي يعني طالعهم. هوبا اوه مع القفزه يكون قوي. شو 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 هوب، هذه الضربه قويه. نقعد عليه خير، حتى حصاني نقعد عليه طالع يقول مصدق. يلا يلا خلينا نروح نقاتل. يلا وين الرمح؟ واحد فيكم عدو بس ما ادري اي واحد. خلصت رماحنا اللي نحذفها الشلفات. نصيد هذا نصيد هذا. منو فيكم اللي مو منحاش؟ اوه عندهم مجموعه هني مو منحاشه، بس من قوي الجيش الحين حتى بعد ما عاد نتابع وياهم مثل الاقرع قبل تصير المأساة اللي صارت. اذا مو شايفين الاقرع ماني حارق عليكم. اللي يبي طالع صراحة يعني صارت مأساة. الله يعين الله يعين، كان جيشه ممتاز بس يعني الحين صار الجيش مملوك وبلتاين جارد وخيالة 50 طالع ذابحين الليجنري هاجمين عليك وتناطحهم بأعلى ليفل. فنبناخذ هذول الأسرة كلهم ونبنقطهم في الزنزانة ولا نهد بعد بعضهم. هذا يعني زائد 13 هدينا منهم واجد المشكله، بس ان يعني نبي نقطهم في الزنزانه بس شوي. هذا صفر ماينس 50 ليتني والله ماسكك. هذا اوف ذا امبرز يعني هذول كلهم مرتزقه اللي ماسكينهم مرتزقه. والله جيشهم واجد ها، كل هذول ناس، كل هذول اسره 1300 اوكي، بس انه يعني مشكلتهم اللي وحقهم في المعركة هذه انه كان بيننا وبينهم نهر وفرق، لان عندنا مشات واجد عندنا سهام واجد ونقدر نرميهم من بعيد ونتخلص منهم كلهم. فما واجهنا مشكلة من الناحية هذه للأمانة. نرجع حق هذه زينيتس اتوقع راحت، والله الحين ما راحت يمدينا يمكن. فنعطيهم go to keep go to dungeon donate prisoners ونعطيهم الأسرة هذولا بس عشان يعني نأمن الموقع شوي. وبعد عندنا أسرة حلوين هني بعد أعطنا إياهم باي ليفل. نبنعطيكم هذولا كل أبوه بس نبي نخش عندنا الـ ES1 عرفت يعني الليفلات العالية خلهم عندنا، يمكن ينضمون لنا يمكن نحتاجهم. فنخليهم عندنا ونهجم احنا نلحق على زيونيتس نشوف نقدر يمدينا نوصلها ولا لا. عندنا نقطة زيادة عند ابو داحم. نزيده بالخيل بركوب الخيل ولا نزيده بالبولار؟ نزيده بالبولار ولا تروينج؟ والله البولار حلو وقاعد يلفل بسرعة لان نذبح فيه واجد. فنزيده بالبولار مثل ما توقعنا المدينة راحت، بس انه يمدينا نرجع لها ونوصل لها. عندنا الكوهيجن نرفع شوي ونحتاج يعني ربعنا يهجمون على المدن هذه واحنا جايينهم، لان احنا جايين بالطريق بس ما راح نقدر. 46 هذه اللي محتلتها بارتي محتل المدينة والله العظيم. كاهي قاعد تطاردنا لا واخر عن مدينتي بعد ناخذ المدينة ونردها نسردها. يعني سهل المدينة انك ترجعها، بس ان نحتاج نعطي ربعنا وقت عشان يدمرون كل اللي موجودين في ال ولا 116 ولا هذه يبيلها قاعدة. لا وبعد زينين بوسيلاراي اللي تكتفراكت من افليون فيهم لفلات عالية. خليني ارتب الموضوع وبعدين تكمل. حلو رتبتهم وقسمتهم، لان هذولا يعني فيهم 100 جندي على طول ينضم لك. هذا ما هو اسير، فحبيت انه يعني انظمهم قبل لا ناخذها ولا قبل لا نحرك من الموقع. ودي ان نهد ربعنا نخليهم ينطلقون في الارض كذي يعيثون بالارض فسادا عشان يدمرون كل الجيوش كل البارتيات اللي قاعد تمشي شوي شوي، بس ان ما عندنا الانفلونس الكافي عشان نردهم. ف يعني هي فيها بين ثنتين،
فأفضل طريقة إنك تهد الناس اللي ما يعني وحدة هذه بس تيناب طلعت الوحيدة من ربعنا. وين ربعنا؟ ليش؟ ما نحتاج ننزل بارتيات عجل، ربعنا الظاهر وينكم؟ ايرون بيلي بروس هاتم زونيتسا، وين ربعنا؟ من نقدر نسوي فيه جيش؟ هذول الثلاثة بس. نحتاج كمبانين زيادة. نحتاج كمبانين زيادة. فنخلي تيناب تقعد تفتر، تحاول تصيد أي أحد موجود في المنطقة اللي حولنا. المدينة أكيد راح تروح لأبو داحم مثل ما كانت له، لازم نردها. وعندنا هذول ربعنا ماخذين الديار هذه، عندنا القلاع مثل ما قلنا وحدة خذيناها، نبي هذه ونبي هذه. ربعنا ودي إنهم يهجمون من يمين، ف ودي إنهم يسوون جيش ويضبطون شغلهم. شنو عندك أنت؟ وأنا أعرف زينيتسا يعني مع الجماعة يا جماعة. تيس إيش تبي؟ بهبيار أنت، ما يصير تاخذ أكثر من المدينة. فنمر ميتاتيس ناخذ لنا اكل 1300 زين، بس انه نزيد الاكل، ترى الاكل زين. اخ هذول حولنا. ف طاحرك روت تروبس حطوا جنود الربع قاعد يحمون المدينه الله يعطيهم العافيه. فناخذ من الخيل اللي عندهم وناخذ اكل كلي هذا ما يوكل، ونكمل طريقنا حق اتاكونيا او اتسونيا. وعندك هني ريسوس، نبي ناخذ الثنتين هذول. بيليثورس ارمي كاتب لك ارمي، هذا ما اعتقد يمدينا، ما اعتقد يمدينا ناخذها. المشكلة حاطين تناب عشان ندافع عنها يعني، بس هذا ارمي ممكن جاي من الجهة هذه. المشكلة هذه ما اتوقع يعني عندهم جيش يطلع من المكان هذا، وما مرنا جيش بس لانه قاعد بعد الشاشة، مو قاعد يطلعوا لنا، مو قاعد يبينون، ما ادري ليش. العادة يبينون يعني طالع كذا يبين الجيش، بس هالمرة فيها يمكن في شغلة بالتصوير. تعال 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 حبيبي تعال. وتاحم صيدة وتاحم كم سرعته؟ 3.1 واحنا 2.7 اكيد انه ما راح نلحق. تعال تعال حق القلعة، القلعة ما فيها شيء اتوقع. فعندنا واحد عنده ترقيتين كارسون اوف ذا هيلز، عنده النقطة هذه لا نبي فورست، ويخفف الاكل، يخصم الاكل اذا بالغابة. وعندنا واحد ثاني منو ذا وين رايت، زادت بالثروينج. خلها تزيد، خل تستانس. وعندنا يعني نبي نحاول ناخذ المدينة نردها لنا، نحاول حلوة نحاول صح. بيسيد بيسيد بعدها بنفصل الجيش، لأن قاعد يشوف انه قاعد يضرنا اكثر من ما ينفعنا، ونهاجمهم نتخلص من القوات اللي موجودة. يعني هذا جايك بيلي ثور والله شدنك قوي، وهو ما عنده شيء. سنترو سنترو عطنا البريزنرز وحط له الداخل، نعطيها كنتينيو، ندخل المدينة، بعدين نعطيه ديسباند ارمي، لأن ودي إن ربعنا ينظفون المناطق هذه. الحين سرعتنا بطيئة شوي، إحنا بطيئين شوي. شوف على طول سوى جيش تيس. فتعال تعال أنت، لا تحاول تسبقني يعني على بأنك تبتاخذ الذبحة، عارف نظامكم. حلو صرنا 568، ما تسوى ما تسوى المعركة. هدهم عشان نبي نعدل العلاقات وياهم، وبعدين عاد نشوف الشغل بالمستقبل يعني. نكبر رحلتنا طبعا، نشوف المدينة هذه بدي احتلها، نتخلص منها مرة واحدة عشان لوترز. ايرون بيلي تكفل يمسكونك، شايف لوترز ليه الحين مع اللوترز؟ اي والله كابتشرد باي لوترز. ايرون بيلي يا اخي ابشركم سلام يعني، طالع من اللوترز تخلص منهم. وانا رف زيونيتسا شقيتوني، عشان كذي مو قاعد يدافعون عنها ترى، عشان كذي مو قاعد يدافعون عنها، مخلينها لنا داحم. اي خلها ما تفرق، مو لنا. فنشوف البارتي عندنا 351، الانفلونس قاعد يصعد بسرعة 14. حلو عندنا
تيس سوى له جيش ونحاصر المدينة. كم فيها؟ 437. اي واجد فيها، واجد جيش. فانا بنحاصرها بس بابو داحم، الهدف ان يعني نحرك هذا هني، بعد الحصار نكمل عاد مع ابو داحم. يا جماعة شوف شو تربو شو وين قاعد يرمون. شنو هذا بق ولا؟ حطينا 4 تريبوشيات بس ان السور هناك. متأكد ان القلعة حاطين، ما حطوا السور برا القلعة. ربعنا سووا لهم جيشين، فعندنا اكثر من جيش قاعد يقاتل، وهذا يعني شيء رائع الصراحة. يعني طالع كتبت قاعد يرميهم. ها الثاني كتبت الثاني شباب، لو ما عليكم. ايوه بعد وحده ما دمرتوه، ترى دمر واحد منكم. شلون شلون ترجم؟ نزين هذه بعد خذوا لي عليها بس 100%. عاد الحين نبتدي الهجوم. اللي سووه ربعنا انه سووا جيشين، فجيش ثروق وجيش تيس. تيس هاجم على واحدة من القلاع اللي تكلمنا عنها، وهذا الشيء اللي نبينا ربعنا يهجمون زيادة. فنعطي اوتو ديبلوي بقينا الصوت. المشكلة انه كان العداد يعني لنا حتى مع انه جيشنا اقل منهم، 315 مقابل 396، بس انه عندنا افضلية الجنود، جنودنا افضل بواجد وقدراتهم القتالية اعلى كمية كبيرة. طالع ربع مشان نبي نتقدم احنا طبعا. ابو داحم ترى كنت مسدد عليه اليمين هذا، شفت الحذفه. فعندنا اكثر من رمح الحين، يعني حتى لو تخطي يعني عندك بداله. هذا ليش؟ والله حلوه حركه 10 رماح. المشكله انه ضعاف بعد بالتو هاندر لا تنسون، فراح يطول على ما يزيد. وصلنا 26 الحين، شوف مع بعض قاعد يلفلون بسرعة مع الدمج. تعالت وصلنا كم؟ 27. حلو حلو. فنحتاجهم ما يمدينا. تعال تعال، صدنا صار 28. هذا الهدف يعني تحط لك اياه. ما زاد 4 هني، زاد 1 زاد 1، يا سلام زيادات. طيب وعندنا 104 مساجين، هذول كلهم بنقطهم بالسجن. هي كلهم بتقطهم بالسجن اكيد، بس يعني قصدي اني بالقلعه انا بنقطهم بالسجن القلعه. فنروح نقط جو تو دنجن مانج بريزنرز. قول لك نص الجيش انضم لنا. زين نبي باي رتبة حلوة، باي رتبة ترى هذا العربي منقلز، هذا احسن شيء. جيب لنا هذا الشامبيون فايتر عندنا طبعا، هو جندينا المغوار. نعطيه دان. كم جنودنا؟ 321، احنا حدنا 320. ف اثنين انتم تطوروا، واحد يطلع برا زعلانين عليهم. عندنا ارشرز واجد، المشكلة هذا تطور 28. عندنا شغلتين، 200 ويبن انفنتري تروبز ان ذا فورميشن يو ار ليدنج هاف ذير 200، هذا راح يزيد ال 200، بس ما عندنا جنود واجد 200. البتانيان فيان شامبيون سهامين وعندهم 200، فهذه تنفعهم حيل. بس اغلب الظن انه يجون على الشوك تروبز، اذا تذكرون عن فيديو شوفه فوق يمين تلقاه بيطلع لك بالاي، ان الفيديو اللي تكلمنا عنه عن الوحدات في نوعين للمشات، في شوك تروبس وفي الدرع، فهذا يصلح حق الشوك تروبس اكثر. انفنتري تروبس دامج اجينست شيلد، هذه اوكي هذه اوكي، بس لان ما عندنا الشوك تروبس اللي تكلمنا عنهم، ففيها 16 حاميه اتوقع كافيه، لان ما في عدو هني في المنطقه هذه، بس ان اي احد يهجم عليها راح ياخذها اكيد. فنعطيها تريد ونعطي السوالف هذه كلها ونشوف منو يصلح حاكم المدينه. ولا واحد فيهم كان مشارك في المعركه
ولا واحد. بس عوضان ما اعتقد عنده مدينة ولا لا؟ كم مدينة عندك انت؟ شلون نشوف مدينتكم؟ كلان عندهم قلعتين، انت عندكم اربعة، انت عنده قلعة واحدة، بس ان هذا العلاقة وياه ماينص 58، فراح نعطيها حق اخيوس عشان يعني بعد المشكلة مو قاعد تعدل العلاقات حيل، يعني المفروض تصير بالتسعين الحين من كثر ما حاربنا مع بعض. ربعنا قالوا هاجمين على واحدة من القلاع بس ما أدري أي واحدة، أتوقع هذه تاكونيا، أتوقع تاكونيا. فعشان نشوف نضغط على الكينجدوم ونشوف هني، هذه ترافلينج ترازي هني وهم ورايحين حق رازي، وهم هني هذه القلعة رايحين حق رازي. ليش؟ ليش؟ علموني بس بعرف. لا المفروض انهم قاعد يحاصرونها يعني، لان القلعة محاصرة، يمكن في احد قاعد يحاصرها غيرهم. لا والله سروق اللي قاعد يحاصر. سروق فكك جيشك خليني انا اخذه. كم بالقلعة؟ 163. يعني عوضان، عوضان انضم وياي. وين عوضان؟ مو موجود. 5 ايام شو موديج؟ انا قايل لك تعال احمي المنطقة هذه. يا اخي بعض القادة اللي عندنا مو مضبوطين. حط لنا 4 تريبوشي، خلينا ناخذ تاكونيا. هدفنا اليوم قلنا مثل ما ناخذ الـ3 قلاع اللي قدام هذول مثلث برمودا، لان موقعهم استراتيجي ونقدر هانجوري. من هذا هانجروس؟ يمكن ورع تو يكبر. 1095 ترى 15 سنة قاعد نلعب، ف وقت طويل مر على اللعبة. نشوف من نقدر نضم بعد من القادة، كل واحد بجيش وجيوشهم يعني رايحين حق رازي. تعال كلم، تكلم واحد منهم عاد. 32 ماستر آرشر عندنا، الأغلب أغلب طابع الجنود اللي عندنا عرب، لأن تونا نلعب مع العرب، فأكيد إنه راح يكون هو الطابع الغالب حق جيشنا. هذا ترافلينج تو أميتاتيس، هذا بسيجينج باتاكونيا، أتاكونيا، هذا ترافلينج تو راس. إي والله، إي والله، أرميز ديسباند، ديسباند، ديسباند. يا اخي مو مضبوط، مو مضبوط. اذا رفيجك مو مضبوط لا تعطي وجه، هذه هي هذه المسألة يعني. عطنا عطنا جيش. اوكي اوكي تنزل العلاقة ما علي منكم، بس ان حتى مع الدحمانية نزلت صارت بس 100. اذا شغلكم مو مضبوط راح اعدمكم كلكم ترى، لا تنسون. اوه خربت كتبت ما ادري. اه طلع ابو داحم فصخ لبسه. اوكي خربت الكتبوت مالتي. هذا انطقيت فيه يطلع لك ابو داح مفصخ. انتبه وانت قاعد تلعب. فنبي جيشنا على الاقل يجي قريب عشان نقدر نحارب. من اقرب واحد 8 ساعات؟ ميرون. تعال سروق كرييتد ان ارمي، هذا اللي قبل شوي. بس انه يعني جيش سروق رايح حق بوتامس عشان يسوي ريد. اخذ اخذ هذول، هذه نوعية الناس اللي وياي. بس انه لاحظ انه للحين احنا يعني متغلبين عليهم بشكل كبير، فنبي نجيب جيشنا. والله حتى الرامات هذه ما تنفع. عطنا عطنا تورات، عطنا تورات، عطنا كنسل كنسل هذول. نبي سيج وتورين ونهجم عليهم وننزل فاير ونقر عشان نشب فيهم نار على ما يجون ربعنا. عسير تو جاي كاهو وراه ادرم. ها عاش العم، العم ويانا في الجيش. يا سلام عليك، اروى يبي لها 6 ساعات. كام كام شوف الرياجيل اللي جوك وياه، 18 سجين و23 اسير. فمثل ما قلت اذا دشوا هذول كلهم نزل. يعني بس ننطر ولا حتى بعد لا تنطره. نزل تريبشي، نزل تريبشي سنتروبس. خسرنا 9 دحمانية، ما علينا من الباقيين اللي خسرونا الربع يعني، هذه خسارة محسوبة. بس ان علينا احنا من الدحمانيين شوي. صار متغطرس ترى ابو داحم يعني، عقب ما زادوا عدد جنوده قام يغلب الاعداء الصعبين، قام يشوف نفسه شوي. فيمكن يبي له خسارة نخسر ابو داحم، ايش رايكم؟ عشان يتأدب شوي. فهني يمكن نهدلنا واحد،
من الشباب. بس القلعة الثانية اللي هي فاراغوس، هذه اللي نبيها، هذه ما فيها حامية، المشكلة 0 من 489. فنبي نحارب نشوف. اوه بتاني قاعد يحاربون الامباير بعد، فهذول قاعد يأمنوننا كي يسوون لنا معارك خارجية، فهذا يسمح لنا ان نهجم على فارجا وسنيوب، نحاول ناخذها، يفتح لنا مجال زيادة. هذه كم مدينة فيها؟ مدينتين. النيو اونر فور اتاكونيا نعط هذا 49. انا قاعد اقول لكم اليوم يعني ديمقراطي، تو كلامك شنو التناقض الكبير هذا. راقية، ايش جايبك هني؟ تعالي سنتروبس. لا بس انا كنت بس بمسك يعني بثروس. عندك احد يسوى؟ لا. اوكي بس نبي نشوف يعني، نسولف احنا مع بعض، بس نبي نعدل العلاقه وياها عشان نضمها ويانا بعدين. The Southern Empire has been defeated. هذا جيشها الاخير وما حد انضم منهم لنا. Eliminate Southern Empire. احنا نبي لنا احد منهم ينضم هني عشان كذا محاربينهم. فقدرنا ندمرها، بس وين راحت انت يا راقية؟ ف Kingdom Southern Empire وينك انت؟ راحت مع Northern Empire اكيد، بس علاقتنا وياها ماينس 18، فهذا يعني علاقة ايجابية. حلو، جاستيون قائدها، ما عليه نخرب العلاقة وياك شوي، بس انه نبي نحط مو تربشيات، مو تربشيات، والله تربشيات اعتقد انها تنفع هني. فنحتاج تربشيات، لان اتوقع انه راح يحاربونا قريب حيل عند مدينتهم. هذول وين رايحين؟ ترى المفروض يدشون مع جيشي. ها كاهن واتشيوس، ولا رايحين بيوتهم؟ لا رايحين بيوتهم، رايحين بيوتهم. 625 يعني نقدر نهدد المدينة هذه وناخذها، بس اتوقع ان فيها 1000 جندي. اتوقع كذي رقم عادي. نبي هو عزاء، هو عزاء صارت تمشي لحالها ما عندها جيش، ولا هذا تدمر، خلها تروح، خل تدمر عشان نقدر نبني لنا وحدة رابعة، لأن إذا ما تدمرت يعني احتاجها تدمر قبل لا تنبني هذه. حلو، لأن إذا ما تدمرت ما راح تقدر تسوي 4، لازم تنطرهم لين يصيرون 4. حتى هذه بعد نسيتها، نكمل عقب ما نكسر السورم. خونت توها من ضمت لهم، ماكو فايدة يا أخي. شكلنا بننزل المود اللي يسمح الكوهيجن، ما انتبهت عليه، بغينا نروح. تعالوا ارجعوا ارجعوا، من اللي توه طلع؟ ها هذا ميرون. اوكي ميرون ما يضر، بس الرياجيل الباقيين يضرون. يعني نبي الناس اللي ويانا هذولا ينضموا لنا، اللي حولنا. ايش رايكم الحلقه الجايه نهجم، نخلي التركيز على تدمير الامبراطوريه الشماليه، ولا نحرص على ان نضم القاده؟ انا اشوف ان ناخذ لنا اقل حلقه كذي، بس نضم فيها القادة، نعدل فيها الوضع الدبلوماسي. فعلموني انتم شنو رأيكم، لان نبي نلعب لعبة تكتيكية اكثر. اذا جبنا الناس الثانيين راح يعني يضعفون الممالك الثانية، لان الممالك الثانية قوتها عالية، قوتها كبيرة. احنا امننا جزيرة العرب، هذه شبه الجزيرة العربية اللي تحت هذه، او القرن او شمال افريقيا، اتوقع ان اقرب لشمال افريقيا من الجزيره العربيه، بس ما علينا. والبحر الابيض المتوسط، هذول ليش صابين كذي؟ التباعد الاجتماعي لازم 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 تسوي عشان يعني عشان ما ينشرون الكورونا، يعني هذا اللي لازم تسويه، بس انه لازم تحافظ على متر. فهذول تقول الهنود قدام المطعم، قدام الخباز. والله يا اخي يبيله خبز ايراني، ها خبزة النور. تعال وين رايحين؟
تونا اوه صعدت صعدت الدرج صعدت الدرج مثل الناس. تعالوا فعلموني شو تبون نسوي في الحلقة القادمة. هل تعتقدون ان الافضل ان نضم القادة ولا ان نذبحهم كلهم؟ لان كله ممكن عند ابو داحم يقدر يسوي كل شيء. يعني شوف القفزة هذه صعد على العشب هوبا. ما تقدر تقدم الحصان وهو قاعد. لحظة في خطة في حركة. ها أبر ما يصير أركب الحصان وانقز فيه العشبة هذه. لحظة مو هذا ما اتفقنا. العشبة هذه أقصد. مات حصاني ما مات أشوى. شار شباب شنو كم واحد باقي؟ باقي رجال واحد وينه؟ ليش واقفين كذي هذول؟ ينطرون يموت. وين الرجال هذا البطل؟ أخاف إنه ناشب موقع. كلكم تعالوا هني. تعالوا هني خلينا نسولف. أوكي طلع واحد قاعد يتقاتل وياه راس براس. عشان يعني تعرفون هذه بطولة الدحمانيين ما ترى على الشجاعة. فراس براس انزل لي وراس براس. هذا نظام اللعب يعني ما تقدر تقاتل رجال ضد 50. ف يعني انت يا واحد من الدحمانيين قال انا انازلك مباراه شريفه. ف هذا يدلك على اخلاق الدحمانيين وقدرتنا على يعني ان نقاتل في المعارك حتى مع انه يعني المفروض انه ما يخلي المفروض 70 واحد يطقونه بس انه يعني تصير المنازله شريفه. فاليوم خذينا الاهداف اللي نبيها ثلاثه هذولا. قدرنا ناخذ المدينه الرابعه هذه القلعه الرابعه. فنظفنا المناطق هذه. هذه راح تكون كخط نار. يعني هذولا هذه القلعه قاوس ما كنت اتوقع انه راح ياخذونها بس خذوها. فهذا راح يكون يعني بين القلاع الثانيه قاعد يعلم راح يعلمنا شنو راح يصير حولنا. فهذا هدف يعني كان كنت اتوقع انه راح يصعب شوي بس قدرنا نسويه. ما بقى شيء على سنيوبا ما بقى شيء على الممالك اللي فوق. يمكن نروح للشمال وناخذهم. الصراحة يعني ديارهم باردة شوي فراح نصير من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. الشباب يقولون دير بالك لا تصير بالنص بس إنه ما أعتقد إن سمعنا كلامهم. فهذه النقطة اللي راح نوقف فيها. أتمنى أنكم استمتعتوا في الفيديو هذا مع أنه قصير شوي لكن هذا الفيديو اليوم قاعد أمشي على جدول وإن شاء الله راح يكون أفضل في الفترات القادمة. فأشكركم شباب على المتابعة وإن شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.